فما بيتكلم عن هوية وطبيعة هذا الشخص. مكتوب لأنه يولد لنا ولد، هذه الولادة في بيت لحم من أحشاء القديسة مريم العذراء، ونعطى ابنا أي أنه عطية وهدية السماء كما قال يوحنا، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، لاحظ الكلام هاي في العهد القديم لليهود، إلها قديرا أبا أبديا، هذه مواصفات الله طبعا رئيس السلام. إخوتي وأخواتي، هذه المواصفات إن دلت على شيء بتدل إنه الله عم بخبر الشعب القديم في يوم من الأيام رح يجي الملك، رح يجي الممسوح المختار المعين من الله، رح يجي الابن داود لتتميم النبوات، يكون المسيح الممسوح بمسحة إلهية، يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. في العهد القديم عم بيعطي مواصفات هذا المسيح، بيتكلم عن معجزاته، عن حياته، عن طبيعته، عن آلامه، عن موته وعن قيامته وعن مجيئه الثاني. فإذا هذه كلها موجودة في العهد القديم بإسهاب، جاء المسيح لتتميم النبوات. فهذه واحدة من أقوى المواصفات للمسيح، المسيح المسيح الملك المخلص، هو الوحيد الذي يتمم هذه النبوات.